اللي يبغى يشتري رقم روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم جايكم مقطع روكت ليج جديد. اليوم راح نلعب سيارتين فقط، سياره فورتنايت او باص فورتنايت اير ميرك اللي هي هذه. وتوني الاحظ الكفر اللي قدام غير اللي ورا، ليه؟ والله توني الاحظ اللي ملاحظ قبل تمنى تحت في الكومنتات، ادري بعضكم يقول والله بدون حلو. يعني اذا تبغى تدعمني لايك اشتراك فعل زر التنبيهات في الايتم شوب، يعني كود في اس ال نمشي، كود في اس ال نون، كود في اس ال روكت ليج اكسشينج، كود في اس ال، يعني في كل مكان صراحه. يعني تابعوني على انستغرام اللي طالع قدامكم على الشاشه، وبس في تويتر، تيك توك، في سلوم، انستغرام في سلوم، يعني كلها نفس اسم قناتي، يعني سهله مره. قلت عليكم ادري يعني ايش نسوي ايش نسوي بعد. خلونا ندخل الحين. بالعاده المقارنات هذه تكون 5 قيام، لكن بخليها 3 قيام عشان ما يطول المقطع بزياده. 3 قيام، اذا فزت 2 منها فتعتبر السياره ناجحه، اذا السياره الثانيه فزت 2 منها تعتبر السياره ناجحة. كذا تعادل، والعب جيم زياده بكل سياره وبعدها نقرر وش السياره الافضل. فبسم الله خلونا ندخل على الكومب 2v2. بسم الله جوي الميرك، عاد الميرك يقولون حق التصديم، الله يعين، يعني الله يعين، ان شاء الله عاد نفوز وان شاء الله عاد تضغطوا اللايك. والله شغلتكم مره، هذا نظامه ما يخليك تتنفس. اوكي يمديك يا خوي، نايس شوت، بس يفكرون في البوست بس ما يفكرون في الجول، غريب يعني. اوكي خوينا جراند شامبيون، هو عنده تايتل جراند شامبيون، فان شاء الله نقدر نسوي شيء. والله ما تمشي يا عيني يا خوي، والله صار له اسيست من طبيعي بس حرام. طيب قل لي يا قاتت، يعني دا سوري توليت وسي سوري، بلك عطنا اسيست كمل. يو 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 جريت باس، والله العظيم بغت تضيع، بغت تضيع، شوفوا كيف. يلا خلينا نجرب انه يفيك، ان شاء الله تضبط. والله الشوت قويه مره يعني يا خوي، بلك بلك بس يا خوي. لا 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 لا، هذه ايش؟ والله كلنا تبليك، ايش في؟ يلا جاي الثاني يا خوي، يمديك كم ما يبلك. والله بلك. الو الو يلا قالوا. انا ما ادري ايش صار السياره، لاحظت انت ولا لاحظت؟ اي لا 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 لا. يمديك يا خوي، اوه اسطوره. تكفى. اصلا ما معي بوست، يعني انا طاير ما ادري ليش، حرفيا ما ادري ليش. بس يا رب يا رب يا رب تكفى. زاويه زاويه كانت صعبه والله. لا 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 تبلك كذا، برا برا صعبه يا شباب. يا ساتر الشوطه، يا ساتر الميرك، ايش ذا؟ ايوه بغت تسلك، بغت تسلك سيارة ما تجي على المرمى. لا 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 لا، ايش هو؟ اوه يا ساتر. نلعب جيم كذا جيم كذا عشان يتغير الحظ، عشان ما ادري ايش تغير الحظ. باص فورتنايت نظفوه. طيب انا ما ادري ليش متفائل بالباص حق فورتنايت، احس اني كذا بجيب جيمز مره كويس. ما اسويها بالكتين هذه حركات اسمع. والله حتى تشغيل كذا كنا جمس، شوف اسمع، والله الصوت مو على شكل ابدا. حلوه يا خوي، يا اسطوري يا خوي، يبغى يصدم ليه؟ ليه الكوره قدامك يا اخ العرب؟ حلوه كانت النيه يعني على جنبه كذا حركات. اخر اخر عن خوينا، هدف هدف، نايس شوت. الله 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 الله، والله صدمت صدمه طيارته بس ما تفجر يعني. اسمع الله يطرب لعب، ما اشوف شيء. طيب يا خوي قريت نو بروبلم نو بروبلم، يا رب يفهم. بس
تقعد. حتى صدمته يعني مستحيل مستحيل صدها. تركت من الهورة الكورة غريب هنا. قاعد تسجل آخر لها لي شباب فأعتذر إذا في تكجات لأن ما نفس عميق. هذه نشجة عميقة مي بنفس عميق. هدف والله اني على بالي برا رحت بصدمها. بده كل شوي يشغلون السيارة اقسم بالله صوته طرب يا شباب. اي مرة طرب. تكفى هدفك مع انه صدمها ما ادري ايش صار بس نايس. شفتني يا شيخ قال لك متفائل بهذه السيارة. حسيت اني بفوت حسيت كذا. طلعت طلعت. شلون ضاعت ما ادري حرفيا ما ادري والله. This is Rocket League. انا قلت هدف خلاص جي جي والبليد. نرجع للميرك نشوف هل نخسر فيها ولا لا. بيكون جيم كذا جيم كذا ولا نلعب جيم ثاني بهذه والله ما ادري. بس اذا خسرنا نلعب بعدها بالميرك يعني الجيم اللي بعده يكون فوز فهمتوا. بعدين نلعب جيمين ورا بعض بالباص فورتنايت. اوكي اللي كان معي قبل شوي ضد الحين. اها ها ها ايش في ايش في ايش في عبده عبده عبدو عبدو ايش في؟ تكفى. ايي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 ي
يعني حبيبي دونت سميرف بيبي. انا توني اشوف تيك ذا شوت. معليش يا خوي انا قاعد اقرا اسمه. الشوتات كلها مزع. انت امشي امزوع. والله خوينا فيك يعني. والله شكلنا بنتعب ذا الجيم. والله انكب خوينا. انكب انكب انكب. انت صدم خوينا ما خلالي مجال يا رجال. خلالي مجال يا رجال. ياو ما تبغى تدخل. دخلت عبد الله. عبد الله نشوف شو بسوي ذا. يعني خوي نقدر نقدر. والله حلوة. والله حلوة. تكفى 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 يا عم. ايه ادخلي ثاني بقول ما تبغى تدخل. وش ذا؟ اي اوكي خوي تكفى. ديم 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 دي قريت فوس. ايه الحين بيشدونها شدة. والله ما تمسك الكورة لو تموت. كنت سيف ليه؟ احنا قلنا اذا خسرنا بالميرك نلعب بالميرك مرة ثانية عشان نفوز. قلنا لا فهمتوا كيف؟ ان الوضع الحين جيم خسارة جيم فوز جيم خسارة جيم فوز. امشي. لا يا خوي استعجلت استعجلت شوي. قولك والله حلوة بس اوكي. حتى ابغى اصدمه نط كذا فجأة ما ادري ايش صار. تيك ذا شوت. اوكي بيمزع ام هذا. اوكي هدف. الو 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 هدف 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 هدف. لا تصرف. الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله. والله كيف ضيعوها ما ادري حرفيا ما ادري. امشي خوينا داخل في المرمى احس برو كلوب. اي ترى روكت ليج. ساتر الشوته. يا ساتر الشوته عضت لساني. والله عضت لساني بالغلط. شوته نوعا ما ضعيفه مضبوطه كذا جايه جامده. نفس الفكره كلنا. يمديك خوي. حلوه خوي يمديك 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 انت تستطيع. روح. لا 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 ضيحه ضيحه. الحمد لله. والله خوينا فيك تفيكة الارض. تقدم خوي تاك ذا شوت. شوف كيف ترك ام الكورة عشان بس يجي يصدم. القهر. والله قهر. والله كانت حلوة. جي جي والبليد. الحمد لله. يعني الحين جيم فوز. جيم فوز وحيد. نرجع للباص حق فورتنايت. وصلت هذه اللحظة اشترك. اذا ما انت مشترك بس الله يسعدك في زر التنبيه ترى جدا 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 مهم. الو يا ساتر. هذا اللي ما اتفقنا عليه. الو
يلاق عندي بس حلو الحمد لله انا ما جيت هدف بس يا ساتر قهر مضبوطة قهر والله قهر قوي نتحمس شوي الحمد لله انا ما جت تكفى يعني البلوك طيراني لا 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 طيراني مرة لا شوف شوف اللاق اللي قاعد يصير يا ساتر جريت بس تبغى موه كذا يوم ضمنت انه جاي كذا شت انا ليش سولف خلاص يا الهدف يعني شوف اللاق يا الله يا الله يعني وات سيف والله عندي لاق يقهر يا شباب والله يقهر برا برا عقد علي لا 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 تقولي هدف بس بس برا 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 هذا مسوي مستقعد جريت باس يا شيخ والله خذيت وقت عشان اضمنها بس عيني الاسست يا شيخ والله خايف اقول فيكينج ايوه عندك خوي تكفى حلو 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 تكفى 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 اي بالمخ نلعب بالمخ حلو حلو الحمد لله والله قال لكم حسني بودع هذه ما ادري يعني بطلع لكم اللقطه وانا اقولها ولا لا بس صدق والله قلت يعني تكفى الله جي جي يا اللي ضدنا انا ادري انكم تسحبون الحين جي جي نلعب جيم اخير يا انقالت مع ان فزنا خلاص بالباص يعني نلعب جيم اخير وش طلعنا من زمان ما شفت واحد يلعب البريك اوت والله من زمان انا ما ادري ايش صار هنا هل خوينا خش وبعدين فيك لو ولا ما ادري حلو 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 والله خوينا حظ خايس في البوزيشن كل ما مسك مكان جت الكره عكس الواحد فيك الثاني تعال اوكي كلكليتد ولا تزعل يعطيكم العافيه اللي ما اشترك اشترك سلام عليكم مسخرنا يا جماعه مسخرنا